هو أولا فخر واعتزاز أن مهرجان المسرح العربي يقام للمرة الثانية بالمملكة المغربية، وكنجمعوا الشمل كما كنقولوا، لأن كنلتقي مع الأحباء، مع المسرحيين، مع الفاعلين الثقافيين والفنيين، خصوصا في مجال المسرح سواء على المستوى الوطني أو العربي. والمسرح في آخر المطاف هو كنتلاقاو مع الناس، وواحد كنعطيو الناس واحد لي مومون دو بونور فوق الخشبة، يعني اون بارتاج، لو بارتاج هو هو أساس المسرح. وفرصة جميلة جدا أن يقام هذا المسرح بأعمال وطنية ودولية ستشاهم سواء فعالية المهرجان أو على الهامش، وهذا شيء تحتاج به المدينة الدار البيضاء والمغرب عامة، وخصوصا في زمن ما وراء الكوفيد 19. والتكريم الله ما يجي في الحياة ديال الشخص ولا يجي من مرة ما مات، يعني الالتفاتة للرواد أعطوا الكثير وعندهم جمهور وعندهم يعني واحد الذخيرة ثقافية وخلاو شي موروث ثقافي للمغاربة أو للشباب. هذا شيء ممكن أن نحفزوه ونأزروه ونفتخروا به، يعني شيء جميل أنهم ارتأوا أن يكرموا 10 أشخاص من المجال المسرحي، يعني هذا شيء ممكن أن يفرحنا، لأن في آخر المطاف الفنان كتعجبوا ديك الالتفاتة وكيعجبوا أنه يكون واحد النوع من الاعتراف والعرفان لما قدمه من عطاءات. وقت ما كندخل المسرح كنتذكروا، نقول لك الحقيقه لان المسرح حنا كبرنا فيه، كبرنا في الكواليس، كبرنا في الاستعدادات، كبرنا في التدريب، كبرنا في العروض المسرحيه، يعني ديما فاش كنعتب المسرح هذا ما كيكون واحد الاحساس الشخصي اللي هو داخل فيه شويه الكاتاكسيس وداخل فيه شويه تطهير النفس اللي هو اساس المسرح. وفي اخر المطاف كيعجبني الحال انني كنلقى ان مسرح محمد السادس مثلا اليوم تم ترميمه في حله جميله جدا، وهو كيستقبل اكثر من 600 شخص، 600 نفر بطريقه احترافيه، يعني ممكننا ان نفرحوا ونقولوا ان الله وعسى ان بحال هذه الانشطه تكون ديما بشكل، يعني تكون بشكل دائم ومستدام عندنا سواء في المغرب في جميع ربوع المملكه من شمال المغرب الى جنوبه.